مولاتي السلطانة. لكن أنت هي عفيفة خانم؟ مولاي السلطان حكالي كتير عنك وأخيرا تعرفنا عليكي. شكرا إلك سلطانة، إلي الشرف شوفك. أنا كنت حابة كتير إجي زورك قبل ما أبدأ وظيفتي، بس للأسف اضطريت إني حل مشكلة بالحرم لك قبل ما أجي لعندك. مو مشكلة. هلأ المهم إنك إجيتي وشرفتي الحرم لك. شلون كان الطريق؟ والله كان كتير متعب يا سلطانة، لأنه أنا ما بطلع من قصر ترابزون ومو متعودة على السفر. اليوم فيكي ترتاحي، قلت لهم يجهزوا لك غرفة خاصة، وإذا احتجتي لشي معين فوراً اطلبي. الله يديمك ويخليكي يا سلطانة. عفيفة خانم، الله أعلم شو حكوا لك عني لما إجيتي، أكيد قالوا لك إنه أنا مرة مو كويسة. أنا مستحيل أسمع لهيك سخافات يا سلطانة. يلي مولاي بحبها ومتعلق فيها أنا بحطها تاج على راسي. منيح، فيكي تمشي. نازلي. مولاتي السلطانة، السلطانة خديجة بعتت لنا هالمرة هدية، ونحن ما بصير نترك الهدية بدون مقابل. روحي قولي له لبرجم آغا خليه يحل مشكلة فريال فورا. مثل ما بدك مولاتي السلطانة. سلطانة، طمنتي على مريم ومحمد؟ ايه يا سلطانة، ومبسوطين كتير. اليوم حضرتك كتير حلوة. رح روح لعند جلالة السلطان، المفروض انهي هالزعل اللي بيناتنا. ليش مين في يوقف قدام هالجمال يا سلطانة؟ مستحيل حدا يقدر. متوقع يرجعني من الباب؟ اليوم الخميس يا سلطانة، ومتأكدة إنه رح يستقبلك. سلطانة، جلالة السلطان ما له موجود هون. ولوين راح؟ انتو ما بتعرفوا؟ ما عنا اي معلومات يا سلطان. Thank you.
سلطانة. سلطانة. عفيفة خانم، استلمتي غرفتك؟ مرتاحة؟ استلمتها يا سلطانة ومرتاحة بفضلك، ومو ناقصني الشي بنوب. ممتاز. عفيفة خانم، بتعرفي إنه السلطان رح يروح على الحملة قريبا. نحن حابين نساوي لحضرته حفلة قبل ما يروح. هالشي برأيك بيكون صحيح إذا ساويناه بهالوقت؟ وخاصة إنه جيشنا بالحملة يا سلطانة. مو حفلة كبيرة، رح نساويها بس للسلطان، يعني رح تكون لفتة حلوة من حضرتك. سليمان، أنا فكرت إنك ما رح تجي. ليش خير؟ في شي ويام؟ لا بس أنا حبيت شوفك، اشتقت كتير لقعدتك ولشوفتك. عندي شغل كتير اليوم. قريبا رح تروح ورح اشتاق لك يا مولاي. روحي على جناحك. نساوي حفلة خاصة لجلالة السلطان، وانت يا نزار آغا بدك تجهز لهي الحفلة لوحدك. وشو رح قله لسنبول إذا سألني؟ قله إنه عفيفة خانم هي اللي كلفتك بهالشي، بتنقي ثلاث بنات من أجمل ما يكونوا بترجع بتخبرني، بدي شوفهم بعيني. سلطانة ويام، عفيفة خانم، شو صار؟ ساويت مثل ما قلت لك واخترتهم؟ طبعا عفيفة خانم، تفضلي شوفيهن. مين هنن؟ أول وحدة هي اللي حاملة قماش، وكمان اخترت البنت اللي واقفة جنبها. وقت سألتهم قالوا لي إنهن إجوا جديد على الحرم لك، اثنيناتهم كتير نعمات. يعني ماشي حالهم؟ والثالثة مين؟ والله يا عفيفة خانم لسه ما قررت. شو رأيك بالبنت يلي عم تشتغل بالتطريز أو يلي وراها؟ قصدك الشقرة؟ ايه جيب التنتين. مزبوط، أنا ليش ما فكرت بهالشي؟ ناديلن، خلينا نفهمهم شو لازم يساووا. على راسي. وين السلطانة خديجة؟ من مدة مو مبينة. هي هون بس ما عم تطلع من جناحنا هالدوران، والست ألفت معهم. الله بيعلم على شو ناويين لي هالمرة. وانضمت إلن عفيفة خانم. أنا متأكدة إنهم رح ينحنوا قدام قوتك يا سلطانة. أنتوا فهمتوا اللي حكيت لكم إياه ما هيك؟ ولا وحدة منكن بتفتح تمها وبتحكي لحد عن هاي الحفلة. حاضر عفيفة خانم. نزار آغا، خدن وجهزن ولا تخليهن يبينوا لحتى يجي موعد الحفلة. انت كوني مطمنة يا بنات، امشوا قدامي والتزموا باللي سمعتوه. يلا. سلطانة، هدول البنات اللي اخترتيهم؟ ايه، نزار آغا اخدهم ليجهزهم. حلو. في واحدة من الجواري الجدد، انا حابة انه نخليها تفوت لعند مولاي. مين هي؟
يا بنات يلا كل وحده فيكم تروح على فرشتها. وقفي انتي. انتي اسمك فيروزه ما هيك؟ اي نعم انا. حضري حالك يا فيروزه لانه بكره رح تروحي لعند السلطان. مين؟ مولاي السلطان؟ لا تعلي صوتك. ما بدي حدا يدري عن الموضوع. سمعتيني؟ إذا أنت خايفة على روحك ما تخلي حدا يعرف. مولاتي إذا بتحبي بكرة منطلع على الحديقة، خليهم يجهزوا لك الحصان. كوسار تفضلي سلطانة. خليكي بعيدة عن رستم. سلطانة أنا شفت كيف كانت نظراتك إله. أوعك تعرضي الزلمة للمشاكل يا كوسر. سلطانة تعا سنبل. سلطانة أنا سمعت شغلة قبل شوي، عفيفة خانم عم تحضر حفلة كبيرة لمولاي السلطان. كيف هيك وأنا ما عندي خبر بالموضوع؟ الحفلة بالجناح الخاص، أنا هيك سمعت يا مولاتي. عفيفة خانم بلشت تتحرك ضدي. صباح الخير يا سلطانة. أهلين. فطور حضرتك رح يجي فورا. قولي لهم يجهزوا لي إياه بالحديقة. اليوم بدي أفطر مع أولادي. أمرك سلطانة. أي فستان من هدول بتحبي تلبسي اليوم يا سلطانة؟ الموف. أمرك. يلا جهزوه فورا. في اخبار من القصر الثاني؟ لا والله يا سلطانه، بس انت اطمني، برجم اغا بيكون سوالي عليه. ان شاء الله يكون قدر. كوسر زبطي لها الجناح لمريم مثل ما بدها بالضبط، ولا تاكلي هم المصاريف. واختاري لها جواري مناح. قلت لها العفيفه خانم ورح تهتم بهالشي. سلطانة اليوم رح يساووا الحفلة؟ ما بتوقع، بس انتي فتحي عيونك وأدنيكي منيح. حابة انه أعرف مين عم بيفوت ومين عم يطلع من الجواري. انتي اطمن. سلطانة يسعد صباحك يا مولاتي السلطان. شكرا. شوفي سنبل، يلا يا بنات خلونا ننزل لتحت. حكيت مع برجم آغا قبل شوي، إجاها الطلق لفريال وهن عم يحاولوا يطلعوها من القصر، تركوها ومشيوا. الله يلعن هالحظ. جلالة السلطان اسمح لي أخذ من وقتك شوي. عفيفة خانم كيفك؟ طمنيني الحرم لك ماشي أموره؟ مولاي كون مطمن أنت. عم ساوي كل اللي بيطلع بإيدي مشان ليق بالثقة اللي حضرتكن عطيتوني إياها. منيح. مولاي أنا أجيت مشان أطلب الإذن من حضرتك. بخصوص شو؟
مولاي، أنا حابة نظم الليلة حفلة خاصة مشان حضرتك، إذا بتشوف هذا الشيء مناسب. عفيفة خانم، انت هون؟ خير يا سنبل آغا، انت ليش اجيت؟ عم دور عليكي والله، سمعت عاملة حفلة وقلت بساعدكن. كيف الترتيبات؟ إذا بتحتاجوا لشي أنا مستعد إني ساعدكن بكل شي بتطلبوه. إذا احتجت شي بقلن يقولوا لك. ولا قلك خليني هون، بجوز تحتاجوني. سنبل آغا، قلت لك رح نخبرك إذا احتجنا مساعدتك. يلا بسرعة روح شوف شغلك. بالإذن. لكن هذا هو مكان شغله لحضرة الباشا، ما هيك؟ نزار آغا، أنت مو لازم تروح بقى؟ يعني روح اهتم بالبنات هونيك مشان ما يتأخروا. طيب ماشي. شو هاد؟ بهالفستان المبهدل بدها تروح لعند جلالة السلطان؟ هي هيك رادت. الله لا يعطيكي العافية على هيك ذوق. قال هيك رادت قال. روحي دغري وجيبي لها تياب غير هدول. يلا نزار آغا، عفيفة خانم سمحت لي بهالشي، بزبطه أنا لا تاكل هم. طيب لكان، بس شوفي إذا ما عجبني والله رح رجعي. شو قدرت تعرفي شي؟ لا والله، كأنه الأرض انشقت وبلعتهم. دورت عليهم بكل الحرم لك. قلت بمر من الطريق الذهبي وبدور عليهم، بس لقيت عفيفة خانم واقفة قدامي. واضح إنه الجواري داخلين لهنيك من قبل بيوم. ايه وشو العمل؟ ما عندي اي فكرة ابدا. انتي هلأ روحي خبريها للسلطانة هيام. بدك يعني انا وصل لها الاخبار السيئة؟ سنبل آغا، خير؟ شو عم بتنم؟ شكري، انت إلك خبر بالحفلة الخاصة؟ معقولة ما عارفوا انا اللي ساويت الاكل؟ تعرف انت ما في حدا هون بيشك فيك، لاقي لك شي حجة وروح على الغرفة الخاصة. خير، ليش بدي روح لهنيك بقى؟ بدي أعرف مين هنن البنات اللي عم يجهزوهن لهي الحفلة. عفيني يا سنبل آغا، لا تدخلني بهاي الشغلات. هذا اللي اسمه نزار ناطر مني غلط واحد حتى يتخلص مني. لك ليش قلت نزار؟ والله لما عم بسمع بهالاسم أعصابي كلها بتتوتر. طيب انت روح هلأ جهز لي أكلي، أنا جاي فورا. ناطر. يلا روح. انت شفتي السلطانة هيام ما هيك؟ مزبوط، وهي مرة حلوة كتير. هي مثلك صحت لها فرصة انها تطلع قدام مولاي السلطان. رقصت رقص حلو وسحرت كل الموجودين هونيك، وعلى الأخص جلالة السلطان. وعلى قد ما عجبه جمالها ورقصها الحلو وقتها، المنديل الموف كان من نصيبها. وشو هذا المنديل؟ السلطان بيعطي الجارية اللي بتعجبه هالمنديل، والجارية اللي بتحصل عليه بيصير من حقها عبور الطريق الذهبي اللي بيوصلها على غرفة السلطان الخاصة. طالعي كل مهاراتك بهي الليلة، وخلي جلالة السلطان ما يقدر يشيل عيونه عنك. فاطمة خانم، قولي. ممكن تتركيني لحالي شوي؟ Thank you.
سلطانة. سلطانة شو صار؟ عم يجهزوا للحفلة؟ ايه عم يجهزوها. حارسين الطريق وما عم يخلوا حدا يمرق. عفيفة خانهم الجواري ما عم يسمحوا للنملة تفوت. أكيد فوتوا الجواري اللي بدهم ياهن. والله يا سلطانة ما عرفنا مين الجواري اللي أخدوهن على الحفلة، لأنهن مخبينهن هنيك من مبارح. هلأ مو المهم مين هن، لأنه رح نعرفهن بعدين، بس المهم شو بده يصير بعد هالليلة. عفيفة خانهم صارت هلأ عدوتي، بلشت الحرب ضدي ورح تدفع الثمن غالي. مولاتي جلالة السلطان متوتر بعد الحادثة الأخيرة اللي صارت، وإذا حاولنا نضغط على عفيفة خانم هذا الشيء ما رح يكون لصالح حضرتك أبدا. شو بدك تساوي هلأ يا سلطانة؟ هلأ اتركوني لحالي، بدي أفكر شو بدي أعمل بهالموضوع.